الزمالك قبل أن يمر بالنادي الإسماعيلي و يصل إلى الداخلية. لعب لستراسبورغ كمان موسمين، ستراسبورغ الفرنسي كانت بدايته بداية رائعة، إنما ملعوبة حلوة قوي هنا، عمل كل حاجة حلوة إنما قلشت وعدت كده بعرض القدم بنجامين المنطلق السريع المتوغل ومتغول في الأهداف، جاب 9 أهداف. بقول لحضراتكم يعني رغم إنه هو بيلعب مع فريق مهدد بالهبوط، هقول لحضراتكم كمان موقف كل الفرق اللي بتعاني من أجل البقاء، لكن الزمالك طبعا في المركز الثالث ويعني فرق نقطة عن المصري البورسعيدي، 54 نقطة للزمالك، 29 مباراة لعب. نشوف شيكابالا يعمل العرضية إنما بتطلع إلى ركنية، 16 مباراة فوزية والتعدين، يأتي الداخلية 29 مباراة، 5 فوز 9 تعادل، 15 خسارة، 25 هدف عليه، 44 هدف ذات الرصيد اللي في مرمى أسوان، أدي على طول الغرباوي بيطلع، و24 نقطة. إنما الصراع، نشوف الأول شيكابالا بيقف على كورته ويعدي على الأرض، تتقطع منه، تتلعب لنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس المحاولة، وسقوط على الأرض بفاول واضح تمام وبطاقة، كلام ما فيش فيه أي جدال، ما فيش فيه أي جدال، واضحة تمام يا علي يا جبر. وهو ناصف عارف كده ليه؟ لأن ناصف أهو الشد 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 الشد، وبالتالي بطاقة صفراء، لأنه لو عدى يعني ناصف اتصرف صح، لو عدى بنجامين انفراد تام بطولة. هنشوف بس الضربة الحرة، أحمد سمير فرج صاحب قدم قوية يلعبها أرضية، ياخدها كده مع يعني ثقة إنه يرمي الكرة قدامه. أحمد الشناوي إن شاء الله يوم 3 يونيو، مستر هيكتور كوبر اللي موجود مع أحمد ناجي وأسامة النبيه ومحمود فايز موجودين في المدرجات، هيعلن تشكيلة منتخبنا الوطني اللي هيشارك في معسكر في اسكندرية برج العرب لمواجهة تونس الشقيقة في مباريات تصفيات افريقيا 2019، وسيعلن الكلام ده 10 الصبح زي ما قال الزميل أسامة اسماعيل مدير الإعلام باتحاد الكورة، وبعدها يتوجه الجهاز الفني للمعسكر اللي منه بعد كده لتونس يوم 9 أو 8، ويسافر، ادي الكرة معدية بالعرض بره مفيش حاجة، يسافر تونس